أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بمشاركة رئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة ستعمل خلال الأجل القصير على تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الفاعلة. وتضمنت الإجراءات التي طرحها رئيس الوزراء تذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة وتدقيق الصيغ النهائية لوثيقة ملكية الدولة تمهيدا لإعلانها.